مشاهدينا أهلا بكم، نجدد اللقاء معكم هذا الأسبوع بطرح قضية محورية تتعلق بقانون الإيجارات، فمن خلال هذا التقرير سنعرف المزيد من التفاصيل مع تقارير اللجان وآراء السادة النواب، خصوصا بعد تمرير لجنة المرافق العامة والبيئة لقانون يخدم مملكة البحرين بأسرها. نشاهد التفاصيل في سياق هذا التقرير. عقد بمجلس النواب اجتماعا نيابيا حكوميا للتباحث حول آليات إعادة توجيه الدعم الحكومي، وذلك برئاسة معالي رئيس مجلس النواب السيد خليفة بن أحمد الظهراني وبحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة ممثلا عن الجانب الحكومي. وأدلى النواب أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس ببعض المداخلات التي كانت تدور جميعها حول الاتفاق مع مبدأ إعادة توجيه الدعم الحكومي، شارطة أن يتم تقديم ضمانات حكومية تتمثل في عدم تأثر المواطن تأثيرا مباشرا من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتدعم أي خطوة في هذا الشأن بالدراسات التي تحدد الإيجابيات والسلبيات بكل وضوح وعرضها على مجلس النواب، فضلا عن التشاور مع المجلس في كافة الجوانب المتعلقة بهذا الملف. الحكومة اليوم عرضت بعض المبادئ العامة بخصوص إعادة توجيه الدعم فيما يتعلق بالكهرباء والغاز. ما يهمنا احنا كسلطة تشريعية أولا الوفر الذي سيتم من هذه القرارات على توجيه الدعم، أولا ما يتضرر من المواطن البحريني، اثنين كم سيستفيد المواطن من المبلغ الموفر. بطبيعة الحال عند إعادة توجيه الدعم ورفعه عن الشركات وعن غير البحرينيين سترتفع الأسعار تلقائيا، فإحنا نريد أن نتأكد ونحصل على ضمانات من الحكومة أن المواطن له نصيب من هذا الوفر، يدخل له بشكل مباشر شهريا ليسد قيمة ارتفاع الأسعار ويعيش حياة بحيث ما تؤثر عليه هذه القرارات ويعيش حياة كريمة. وفي شأن لجنة المرافق العامة والبيئة، أنهت اللجنة خلال اجتماعها من مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية ومشروع قانون إيجار العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم 43 لسنة 2012، ومشروع قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، حيث سيتم رفعه إلى مكتب المجلس. كما أقر النواب الأعضاء الموافقة على مناقشة الاقتراح بالرغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة حول مدى توافق قروض الإسكان مع أحكام الشريعة الإسلامية وتشكيل لجنة شرعية لاعتماد تلك القروض، والاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بشأن عدم قطع الكهرباء يوم الخميس وأيام العطل الرسمية على الأسر الفقيرة المتخلفة عن سداد قيمة الفواتير المستحقة. ناقشنا العديد من الاقتراحات برغبة، من ضمنهم طبعا المعاملات الإسلامية لبنك الإسكان، وأيضا طبعا عمل ساحل للهملة، وبالإضافة إلى ذلك تقوية الكهرباء في الملكية، شبكة الكهرباء في الملكية، وأيضا تطوير وتأهيل وبناء طبعا اللي هو بريد المنامة القديم. هذه بشكل يعني مجمل الاقتراحات برغبة، ولكن هناك طبعا طرأ طبعا تعديل على الإيجارات، قانون الإيجارات، وهذا يعتبر طبعا قانون مهم، وفي هذه طبعا في هذا الدور التشريعي الرابع
ان شاء الله طبعا انتهينا من اليوم وبتقدم ان شاء الله الاسبوع القادم الى طبعا مجلس النواب لاقرار القرار طبعا النهائي، من ثم رفعه الى مجلس الشورى. بنوده في الواقع مثل ما نعرف يعني تكلمنا عنه في السابق بالنسبه عن الايجار وشنو طبعا ما هو طبعا يعني بين العلاقه بين المالك والمؤجر. هذا القانون يضبط العمليه وايضا الفراغ التشريعي اللي موجود. طبعا هذا طبعا القانون يؤكد على ان هناك طبعا الفراغ التشريعي، طبعا احنا لميناه بالكامل وعملنا في طبعا القانون موحد، وهذا القانون الايجار سنعلم بان تتفاوت نسبه الايجار، وهناك طبعا خصوصيه لمنطقه العاصمه والمحرق وايضا الشماليه والجنوبيه والوسطى، ليس هناك ما هو يعني يؤكد على طبعا كيفيه احتساب النسبه في هذه طبعا المناطق الثلاث. لكن هذا طبعا القانون وحد جميع الاشتراطات، وحد جميع النسب، وحد جميع طبعا الانضباطات في الايجار، وبيكون هناك طبعا ايجار يعني كل سنتين 5%، وايضا هذه طبعا الوحدات السكنيه وايضا للسكني وايضا للصناعي والامور الاخرى بيكون هناك 7% كل سنتين. وفي بداية اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استعرضت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث ناقشت مشروع قانون بإنشاء المؤسسة العامة لحقوق الإنسان والمرافق للمرسوم رقم 2 لسنة 2014، والاقتراح بقانون بشأن إضافة فصل جديد للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1987 بإصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه. هذا بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014، وأقرت اللجنة سلامتها جميعا من الناحية الدستورية والقانونية. فيما عقدت اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني اجتماعها من أجل الاطلاع على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإغاثة الشعب الفلسطيني وتقديم مساعدات عاجلة لقطاع غزة وإقامة حملة وطنية عن طريق وسائل الاتصال المختلفة لجمع التبرعات للشعب الفلسطيني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. وقد وافقت عليه اللجنة ورأت مراسلة عددا من الجهات قبل رفعه إلى هيئة المكتب. أهلا بكم مشاهدينا، لمزيد من التفاصيل حول قانون الإيجارات والعقارات نستضيف النائب عيسى القاضي عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب. بداية نرحب بك سعادة النائب في استديو قبة البرلمان. نرحب بكم في الواقع ونشكركم على هذه الاستضافة لإلقاء الضوء على قانون طبعا مهم جدا، وهو قانون إيجار العقارات وتوضيح الصورة الواضحة للمشاهدين. نعم، بداية سعادة النائب، قبل الخوض في هذا الملف وفتح هذا الملف سوف نذهب لمشاهدة آراء بعض السادة النواب حول هذا القانون، خاصة وأنه سوف يمرر في الجلسة القادمة إن شاء الله. نتابع هذا التقرير. جاء هذا المشروع ليلبي كثير من الاحتياجات، حيث أن منذ 1968 يوجد قانون الحقيقة يخدم منطقتين فقط، منطقة المنامة والمحرق. وهذا المشروع هو الحقيقة انبثاق من ثلاثة مشاريع، مشروع مقدم مجلس النواب، ومشروع آخر مقدم مجلس الشورى، والمشروع الأخير مقدم من الحكومة الموقرة. ولقامت اللجنة بدمج هذه المشاريع في مشروع واحد،
ونعتقد بأن هذا المشروع سوف نحكم عليه عندما يتم ممارسته. لا بد أن يكون هناك بعض النواقص ويتم اكتمالها بعد استخدامه على الأقل من 3 إلى 4 سنوات. ولقد راعينا الحقيقة في اللجنة بأن هذا المشروع يقدر مصالح المستأجر والمؤجر ولا يرجح كفة عن كفة. والحقيقة راعينا كثير من الأمور وأهمها الصيانة، سواء الصيانة الضرورية أو الصيانة التكميلية، وكذلك تحديد مدة للعقود. الآن المعمول بها سنة واحدة، ولقد راعى المشروع بأن تكون 3 سنوات. وكذلك بالنسبة حق الزيادة السنوية عملناها زيادة لمدة 2 سنين، كل 2 سنين 5% للسكني و7% للتجاري، مراعاة الحقيقة للظروف الاقتصادية اللي تمر بها البلد، وكذلك الظروف اللي يعيش بها المستأجر. المستأجر الحقيقة ليس شريحة واحدة، بل كثير من الشرائح تختلف مستوى معيشتهم، لذلك راعينا جميع الأطراف في هذا المشروع. كنا القانون بينظم شغلة الشقق المفروشة، لأنه هناك حقيقة كثير من الأبراج اللي هي تؤجر بالباطن، وهذا مخالف لقوانين والدستور. واحنا ان شاء الله مع القانون على اساس ان نحافظ على يعني مثل ما يقولون الواجهه السياحيه في البلد. بشان موضوع قانون الايجارات، طبعا هذه موضوع مهم وقانون مهم للمواطنين. كما تعلمون ان لا يوجد قانون حاليا لينظم امور الايجارات، وكما نعلم ان هناك بعض اخوان اللي يملكون العقارات يتلاعبون بالقانون وارفع له 10%، وحتى لا يلتزمون بال 10% يقومون برفع 100%. وبعض الوزارات، مو بس الأملاك أصحاب الأملاك التجار، ولكن حتى بعد الوزارات، يعني على سبيل المثال البلدية التي يعني قامت برفع اللهوة الشاليحات في الأوان الأخيرة 100%. فبالنسبة حق القانون طبعا لن يتأخر، ولكن قمنا بدراسة دقيقة واستشارة بعض أخواننا المستشارين ودراسة دقيقة. أنا تعرف أن هذا قانون مهم يهم شريحة كبيرة من المجتمع البحريني، والله الحمد يعني هذا بينظم اللي هو العقار، طريقة تأجير العقار، ويكون له قانون لكي أن يعني أي أخواننا في القضاء ينظرون حق أي شخص متظلم أن هناك في قانون. فإن شاء الله يعني هذا القانون بيحصل حصال كبيرة من أخواننا النواب، ويتم تصويت عليه وترحيله للحكومة. طبعا احنا انتهينا في لجنة المرافق، وضعنا عديد من اللي هو القوانين، وتم تحويله إلى مكتب المجلس لكي أن ينعرض على الجلسة القادمة ولا اللي بعدها إن شاء الله. جاء هذا القانون لينظم بعد قانون الشقق المفروشة اللي تم ترخيصه من قبل وزارة الثقافة، وهذه راح يعطيها بعد تنظيمي أكثر، وراح ينظم العلاقة ما بين المالك والمستأجر في نفس الوقت، وما بين المستثمر وما بين المؤجر في هذه المادة. طبعا هذا القانون راح يكون له بعد استثماري قوي، راح يشجع الاستثمار في مملكة البحرين، وراح ينظم العلاقة أكثر ما بين المالك والمستأجر. وهذا اللي احنا كان هو 3 قوانين دمج في قانون واحد، وفي النهاية طلعنا بقانون واحد. وهذا القانون راح قانون من مجلس النواب، وقانون من مجلس الشورى، وقانون من الحكومة، تم دمجها في قانون واحد، وإن شاء الله هذا القانون راح يطلع بصورته اللي تخدم المواطن البحريني، وتخدم مملكة البحرين، وتخدم المستأجر استثمر من ناحية أخرى اللي راح يستثمر في مملكة البحرين. أهلا بكم مشاهدينا. بداية سعادة النائب، هناك بعض الأقاويل أن السادة النواب قاموا بتأخير تمرير هذا القانون. نستعرض بعض هذه القوانين: قانون إيجارات العقارات الذي يضم مشروع قانون إيجار العقارات والمرافق طبعا للمرسوم الملكي رقم 43 لسنة 2012، وأيضا مشروع قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والقانون الأخير هو مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية. كيف ترد على هذه الأقاويل؟ مثل ما نعرف طبعا مثل ما ذكرت بأن قانون هذا المشروع، طبعا مشروع قانون
الإيجار في الواقع مشروع يعني مهم جدا. نعم. وهذا المشروع في الواقع ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأيضا في نفس الوقت يعني مثل ما نقول يعني يسد الفراغ التشريعي، لأن عانوا الكثير من الناس خلال 60 عام، لأن هناك كان مشروع قانون في الواقع ومشروع بشكل عام للإيجار في مشروع 32 ذاك الوقت 1932، تم تعديله على 1944. من ذاك الوقت لم يتم أي تعديل هذا القانون. على هذا القانون، ما طبعا أصبحت مشكلة رئيسية يعانون منها الطرفين المالك والمستأجر في نفس الوقت. نعم. لو نتكلم أن القانون يفرض زيادة كبيرة على جميع المؤجرين، نعم أو لا؟ أنا طبعا يمكن عن التأخير حبيت أن أفيد أيضا، لأن نعم طبعا إحنا طبعا مثل ما هذا المشروع طبعا جدا مهم، يجب أن يكون دراسته دراسة مستفيضة، وبعدين في نفس الوقت نعرف أن هناك يعني المشاكل اللي حادثة في السابق وما نبي ثقرة تمر تعرقل مواد المشروع. فإحنا طبعا طلعنا على جميع القوانين الدول العربية، ما في يعني يعني كل تمينا مراجعة والاطلاع على جميع القوانين للدول العربية ولا استثنينا أي دولة أخرى. بالإضافة لذلك خذني بعض القوانين اللي مثل ما نقول يعني الدول المتقدمة بالنسبة لهذا الموضوع. بالإضافة لذلك طبعا يمكن الناس تحس أن هناك تأخير لهذا المشروع، لأنه مثل مشروع مهم، وأيضا ألقينا في الضوء على الاستئناس بآراء ومقترحات وأفكار عدة جهات ذات العلاقة، مثل يعني نقول غرفة تجارة صناعة البحرين، البلديات، المجالس البلدية، عندنا بعد جمعية البحرين العقارية، وأيضا الأساتذة بكلية الحقوق. يعني خذنا مرئيات كل الجهات ذات العلاقة. بالإضافة إلى ذلك عملنا عدة مؤتمرات صحفية، وكان آخر مؤتمر كان مدة تقريبا أسبوع واحد، وألقينا الضوء من خلال هذا المؤتمر على جميع المواد القانون. بالفعل وصلنا إلى حصيلة طبعا جيدة. كم استغرق الوقت لإعداد هذه الدراسة أو لتمرير يعني لتمرير هذا المشروع؟ احنا طبعا يمكن في حدود سنة أو أقول سنة أو سنة ونص تقريبا هذا المشروع. بالإضافة إلى ذلك طبعا هذين كل الجهات نستدعيها على حدة، فنحتاج إلى وقت. يعني اليوم مثل ما نقول ياتنا غرفة التجارة غدا يا بعد الأسبوع القادم، مثل ما نعرف احنا أهم ما كنتم يعني تطرحونه من مناقشات مع هذه الجهات المعنية لتمريرها لوضع دراسة مستفيضة حول هذا القانون. بالضبط. احنا طبعا احنا نقول اول شيء خلينا نتكلم عن فلسفة القانون بشكل عام. يعني نعم هو طبعا يعني توجه سريان هذا القانون على جميع الأحكام على جميع المحافظات الخمس. نعم. لأن هناك يعني مثل ما نقول يعني العاصمة محافظة العاصمة محافظة المحرق، هناك يمكن لهم خصوصية في هذا الموضوع. نعم. الشمالية طبعا المحافظة الشمالية والجنوبية والوسطى هنا عندنا مشكلة، يعني المالك أو المالك هو اللي يتحكم في عملية فرض الإيجار على الشخص نفسه. الشخص. يعني أحد الأشخاص احنا من تقريبا من 5 دقائق نتكلم بعد خروج من المسجد، أقول له طبعا في لقاء في التلفزيون كذا كذا، قال أنا عندي طبعا محلي كان 200 دينار في الرفاع، وياني المؤجر قال بس أنا خلاص أفقي المحل أو أدفعه 400 دينار، واضطرينا ندفع ال 400 دينار. فهني في عائق صراحة للمؤجر، في مشكلة في الواقع. هذا طبعا السريان هذا طبعا أحكام هذا القانون بلا شك بيكون على جميع المحافظات الخمس، وهو في الواقع يحدد يعني مدة الإيجار بما يحقق طبعا الاستقرار الاجتماعي. نعم أدرى سعادة النائب، ولكن هذا القانون كما ذكرت بأنه سوف يطبق على المحافظات الخمس، لم يكن هناك هل قمتم بمراعاة بأن هناك خصوصية أو طبيعة نمط الحياة الموجودة في كل مدينة، هناك يعني تشكيلة الأجانب أكثر في المنامة أو في بعض يعني في المحرق مثلا؟ نتكلم بهذه الخصوصية. لا هو طبعا مثل ما نعرف هو طبعا مشروع واحد. ما هي المعايير؟ نتكلم عن المعايير. هو مشروع واحد. الآن طبعا احنا نتكلم عن المعايير، نتكلم عن النسبة المئوية السنوية. نعم. السنوية اللي يطرحها المالك على المستأجر، هنا حددناها للزيادة. نعم. طبعا الزيادة طبعا تأتي 5% 5% بعد سنتين، يعني بعد انتهاء السنتين من العقد وبداية السنة الثالثة، يعني بيكون هناك نسبة تستوفي نسبة مئوية 5% على طبعا المؤجر. نعم. على المستأجر. بالإضافة لذلك طبعا بالنسبة لهذه، بالنسبة أنا أتكلم عن السكني، أما طبعا الأغراض الأخرى الصناعي والتجاري 7% بعد مضي السنتين، هذه زيادة.
السنوية اللي يفرضها طبعا المالك على المستأجر. هاي نتكلم عن الناحية التجارية والصناعية. لا احنا اي صناعية 5% على 5% على التجارية على السكن. على السكن. و7% على بالضبط. نعم. بالضبط. مثل ما ذكرت يعني كل سنة بعدين تحديد يعني مثل ما اشتراطات توثيق العقد وهذا أمر جدا مهم. الآن طبعا وين اللجوء؟ اللجوء إلى المحاكم ولا النيابة العامة؟ الآن لا، لأن هذا القانون أوجد نظام يعني مثل ما نقول يعني لجنة أو شكل لجنة، هذا القانون لجنة منازعات. نعم. وهذه اللجنة تدرس القضية شتى طبعا أمورها، وهذه يعني تعقد باستمرار، هذه عقادة باستمرار على أساس النظر في كل المشاكل اللي يعاني منها طبعا المالك والمستأجر. برئاسة من أو من؟ هذه طبعا هذه اللجنة منبثقة من قبل وزارة العدل وموزعة على الخمس المحافظات، يعني في كل محافظة بتكون هناك لجنة موجودة قضائية تحكم في هذا في المنازعة. نعم. في ثبت منازعات. لو افترضنا هناك يعني ما وصل إلى حل المالك والمستأجر في لجنة الاستئنافية، هذه اللجنة قرارها خلاص نهائي بعد طبعا الاطلاع على جميع التفاصيل الواردة من خلال المالك والمستأجر والخلاف اللي بينهم، وهذه طبعا هذه اللجنة هي اللي هي طبعا تحكم في القرار، وخلاص هذه نهاية المطاف تعتبر. نعم. لو نعود للسؤال الذي طرحته منذ قليل أن القانون يفرض زيادة كبيرة على المؤجرين، نعم أو لا؟ لا طبعا بهذا القانون ما يفرض زيادة طبعا كبيرة على المستأجرين، لأن ليش؟ لأن احنا نقول الآن معظم طبعا احنا لو اخذنا على مثال المحره والمنامه، محافظه المنامه هناك ما يقرب 10% البعض سنتين وبعض سنه واحده، الان لا الان 5% وبعد سنتين، وهذا قانون خلاص نافذ ثابت. هي لا في يعني ما في طبعا اي واحد بيقول لك 10 او واحد بيقول لك 20 او واحد ما سبب، لا هي النسبه 5% بهذا القانون طبعا يضبط العمليه ولا يجعل هناك خلاف. أنتم كلجنة في مجلس النواب هل سوف تتابعون عملية سير وتنفيذ هذا القانون فيما بعد؟ بالضبط بلا شك، إن طبعا احنا عندما عملنا طبعا هذه اللجنة، لجنة النزاعات ببين كل الخلافات التي ترد إلى هذه اللجنة. نعم. بالإضافة لجنة الاستئناف وهي اللي تقرر القرار النهائي في يدها، فبلا شك إنه بتكون هناك متابعة لهذا طبعا القانون. هذا مثل ما ذكرت إنه قانون جدا جدا مهم. نعم. ومن من القوانين المهمة التي طبعا حولت إلى لجنة المرافق. بالإضافة لذلك هذا القانون لم يأتي من جهة واحدة، هذه جاء من ثلاث جهات، وهذه طبعا أخرنا، جاء من القانون طبعا من الحكومة. نعم. تقدمت الحكومة بهذا القانون، تقدم مجلس الشورى بقانون بعد آخر، مجلس النواب بقانون آخر، ثلاث قوانين طبعا احنا طبعا نفس القانون هو، ولكن ثلاث قوانين كل قانون يحمل مواد يعني مختلفة. ما هي أبرز التوافقات؟ أساسا بس أنا بوضح حق المشاهدين، فأنت الآن أنت كلجنة كلجنة مرافق ندرس ثلاث القوانين ونجد كل ندرس مادة مادة. نعم. وش الاختلاف بين مادة الحكومة ومادة الشورى ومادة المجلس النواب؟ ومن ثم نجمد الثلاث طبعا وهو الأصلح. ما هي أهم التوافقات المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الشورى خاصة بعد دمج القوانين الثلاثة؟ أنا يعني حسب ما أتمناه طبعا هذا طبعا بعد هذه الدراسة المستفيضة وبعد أخذ آراء جميع الجهات ذات العلاقة. نعم. أعتقد أن مجلس النواب بلا شك أنه بيمرر هذا طبعا القانون، وأنا أفضل أن تمريره، لأن الآن أصبحنا في حاجة يعني ماسة إلى تمرير هذا القانون. إلى مثل هذا القانون بالطبع. بالضبط، وإحنا الآن إن شاء الله طبعا إحنا نأمل بعد طبعا انتهاء من رفع إلى الاخوان في مجلس النواب، لان هذا رفع في السابق الى المجلس ورجع مره ثانيه مو مزيد من الدراسه لبعض اخذ الاراء الاعضاء. احنا انتهينا منه، لكن الاعضاء الساده الاعضاء طبعا اصحاب السعاده النواب عندهم راي، احنا طبعا الان ناخذ كل راي، لان ما نبي نستبعد اي شخص من هذا الموضوع، فناخذ ارائهم واقتراحاتهم وافكارهم، واعطوني اياها البعض اعطاني اياها، وقمنا طبعا بمراجعتها جميعا. فالان بعد هذا طبعا الموضوع انتهينا من كل مواد القانون، وانا اعتقد يعني الان ك يعني يمكن يعني يمكن عضو لجنه المرافق اجد بان هذا القانون هو قانون هو المفروض على اساس يواكب مع استمرار التطور اللي موجود في البلد. وهذا ما سوف نتطرق له في هذا السؤال، ابرز ما سوف يقدمه هذا القانون او ينظم هذا القانون عمليه المطورين والمستثمرين والعقاريين.
يعني حيث أبدى بعض يعني من يعمل بالقطاع العقاري تخوفه من هذا القانون، كيف يمكن أن ينظم هذا القانون مسيرة الاقتصاد والتنمية والاستثمار في القطاع العقاري؟ احنا طبعا بعد القوانين طبعا السابقة واللي مرت عليه تقريبا 60 عام في الواقع، نعم بلا شك ان احنا كل ثغرات القانون درسناها دراسة متنية ومستفيضة على أساس أنه ترضى طرفين المالك والمستأجر. نعم. والمستأجر ولا أعتقد يعني هناك ثقرة احنا طبعا تعديناها، لأن احنا حتى في آخر لقاء طبعا اللي هو لقاء المحامين تطرقنا إلى المواد مادة مادة وخذني بعد أراءهم، يعني أعتقد بيرضى الطرفين هذا القانون. نعم. قانون صريح وقانون واضح وقانون متكامل من جميع نقاطه، وإن شاء الله طبعا أن نتمنى من إخواني طبعا النواب تمريره في هذه الجلسة القادمة، وأتمنى أيضا من الأخوة طبعا في أصحاب السعادة طبعا في مجلس الشورى تمرين هذا طبعا القانون لأهميته، واللي ما طبعا إحنا نحس إنه صراحة هناك معاناة طبعا كبيرة، حتى أن أحد المحامين الأخ عبد الرحمن طبعا أحد محامين طبعا هو اللي كنا في الاجتماع من كم يوم قال يعني معدل قضايا القرار الطلاق يساوي طبعا النزاعات والأمور المتعلقة بعملية الإيجار، فهناك مشاكل كثيرة صراحة تنتج ومشاكل كثيرة طبعا يمكن تكون يومية وخلافات بين المالك والمستأجر. نعم سعادة النائب، سوف يعني يكون معنا من خلال هذه الحلقة مداخلة من السيد ناصر الأهلي رئيس جمعية العقاريين. بداية أرحب بك سعادة أو سيد ناصر. مرحبا عليكم، السلام عليكم. نعم سيد ناصر، أهلا بك سيد ناصر. ماراثون هذا القانون أوشك على الانتهاء أو قارب على الانتهاء، خاصة وأن هناك من المؤمل أن يتم تمرير هذا القانون خلال جلسة النواب القادمة إن شاء الله، كيف ترون هذا القانون أو كيف تقرؤون هذا القانون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أرحب بكم وأرحب أيضا ضيوف الأستاذ رئيس القاضي وضيفكم. نعم. حقيقة أن قانون إيجار البحرين تعتبر من أهم القوانين الاقتصادية والعقارية الملحة يعني والحاجة لها أيضا خلال الفترة القادمة إن شاء الله. نعم. هذا القانون مثل ما ذكرت في البداية أستاذ سهير أنه ماراثون، فعلا أنا أعتبرها ماراثون، لأن أنا شخصيا أشت مع مراحل هذا القانون يمكن في بداية 1995. وحتى الآن كجمعية البحرين العقارية احنا متابعين لأمور تغيير القانون كليا. طبعا القانون القديم صدر في عام 1932 او 33 ما شابه ذلك، وكان في بعض التعديلات خلال السنوات الماضيه لعام 1970 او 75 توقف هذه التعديلات. نعم. والقانون لا يلائم متطلبات العصر الحديث في مجال الاستثمار العقاري. نعم. وغير مناسب ايضا لكثير من الامور التي تخص دعم الاقتصاد. نعم. الحاجه الى قانون جديد ينظم العلاقه بين المالك بين المستأجر والمؤجر أصبحت حاجة ضرورية، مثل ما ذكر الأستاذ عيسى قبل شوي أن كثير من المشاكل وكثير من الأمور والخلافات تحدث خلال فترة سريان عقد الإيجار ما بين أطراف العقد نفسهم. نعم. بسبب القانون القديم. نعم بالطبع. احنا كجمعية البحرين العقارية طرحنا هذا القانون في حوار التوافق الوطني، وكان هناك توافق بدرجة 95% أو 98% أيضا إلى تغيير هذا القانون. الحمد لله قدرنا وصلنا لمرحلة متقدمة من العمل مع المجلس التشريعي خلال الفترة الماضية سواء النواب أو الشورى في طرح مرحيات الجمعية حول القانون القديم وأيضا ما تشمل القانون الجديد. سيد ناصر، لماذا تأخر هذا القانون أو إصدار هذا القانون، خاصة وأن هناك كما ذكرت حاجة ملحة لإصدار مثل هذه القوانين التي تنظم العلاقة بين المستأجر وبين المؤجر؟ يمكن تأخير القانون كان في السابق يعني بسبب يعني الاختلافات اللي كانت موجودة ما بين أعضاء المجلس التشريعي. نعم. فهذا الشيء يمكن تكون شيء أساسي من التأخير فيها دي. وصار في تغيير، فالقانون قدم من جانب الحكومة مرة، وقدم من جانب المجلس التشريعي مرة. نعم. وقدم أيضا من جوانب تجارية وعقارية مرة. اليوم في قانون
كامل ومتكامل ان شاء الله تكون خلال الفتره الجايه احنا ترى النور في هذه. فهذه المرئيات نفسها اللي قدمت كانت في اختلافات كثيره في من وجهات النظر، فكان موضوع الامتداد الزمني في القانون القديم، من يرى ان يتم ومن يرى ان يلغى، وموضوع عقود الايجار وزيادتها، من يرى ان يتم ب 5% ومن يرى ب 10%. فتعرفين فكثير من الامور في القانون كانت تحتاج الى دراسه وتحتاج الى يمكن رؤيه، يعني رؤيه اقتصاديه ورؤيه اجتماعيه ورؤيه سياسيه في هذه. فهذه الامور يمكن هي اللي اخرت القانون، ولكن اخرت الكثير بكثير، يعني مثل ما قلت استاذ سهير 10 سنوات فما فوق يعني القانون موجود في هذه. اللي احنا يعني نتوقع ان شاء الله عام 2014 نهار القانون ترى النور في هذه، لان تاخيرها يضر بالاقتصاد، تأخيرها يضرب المصلحة المواطن أيضا والمقيم في آن واحد، تأخيرها في ضرر كبير من المستثمرين اللي استثمرون في البحرين في مجال استثمار عقار ودعم الاقتصاد في هذه، حيث أنه كان هجرة بعض رؤوس الأموال بسبب الآلية المتبعة في النزاعات الإيجار وقوانين الإيجار نفسها في هذه. نعم سيد ناصر، عذرا على المقاطعة، ولكن يعني هناك كما ذكر سعادة النائب بأن هناك 5% و7% تم تحديد نسب معينة للزيادة، أيضا هناك سوف يتم توثيق العقد ومن الضروريات أن يكون هناك توثيق للعقد، وأن هناك سوف تكون لجنة للمنازعات ونعم ترأسها وزارة العدل. كيف تقرأ نجاح هذا القانون في ظل هذه المرئيات وهذه المعايير؟ بعض هذه المرات قدمناها في حفظ القانون الجديد، موضوع تسجيل توفير عقود الإيجار، هذه كان أساسي من الأشياء الأساسية اللي احنا قدمناها، وهذا الشيء يمكن احنا طلبنا فيها بهدف عمل دراسة وهدف أيضا توفير عقود الإيجار في المستقبل. لما توفر عقد الإيجار دائرة رسمية نعرف المستأجر والمؤجر شنو الواجبات اللي عليهم، لما توثق في المستقبل نعرف الامور الاقتصاديه اللي ممكن شركات او مؤسسات حكوميه ورسميه او خاصه تعمل دراسات تعرف كميه الايجارات عقود الايجار. نعم. حجم المبالغ الموجود فيها، هذه موضوع تسجيل العقود، موضوع الزياده السنويه كان في اختلافات استاذ سهير في السابق ما بين المؤسسات التشريعيه وايضا ما بين المختصين، فكانت الزياده البعض قال انه عقب 3 سنوات تصير 5%، والبعض قال انه عقب 10 سنوات تصير هالكثر. فاحنا لحد الان موضوع الزياده هذه نبي لها شويه مثل ما يقولون دراسه اكثر، انه ما يضر التاجر ولا يضر المواطن، في احنا مصلحه الطرفين، اذا حطينا مصلحه التاجر في صوب مصلحه المواطن والمقيم في صوب، فحنكون احنا انجزنا قانون جيد لمملكه البحرين ان شاء الله. نعم سيد ناصر الاهلي رئيس جمعيه العقاريين، شكرا على هذه المداخله. نعود مرة أخرى إلى سعادة النائب، استمعنا إلى ما تطرق إليه السيد ناصر الأهلي، ردد بأن هذا بأن النسب التي تم الاتفاق عليها بخصوص الزيادة في الأجار ما زالت لا تلبي طموحهم ربما كعقاريين. طبعا الأخ ناصر كان عندنا في عدة اجتماعات، حتى المؤتمر الأخير كان معنا وحاضر معنا، وكان هذا الموضوع طبعا هو قرر القانون باكمله، وهو ما شاء الله عليه من الشخص المتابع كان اول باول صراحه. نعم. لهذا القانون، وهناك اتصالات طبعا شبه يوميه معه وشبه يوميه مع الجمعيه نفسها. طبعا ما يعني ما اشوف اختلفوا الاخوان في الجلسات المسبقه ولا المؤتمر الصحفي، اشاروا الاساتذه طبعا المستشارين وهو بعد كان حاضر. نعم. على ان النسبه هناك مختلف عليه، بالعكس الكل اشار الى ان هذا المشروع مشروع جيد وهذا يلبي متطلبات طبعا الحياه طبعا اللي احنا فيه الان. بالاضافه لذلك موضوع انا يمكن هو ما تطرق له وانا طبعا يمكن اذكرها بشكل سريع وانا ما ذكرت له، ان الزياده هذه تتم 5 مرات طول الحياه. يعني الان عندما انا ابرم طبعا العقد واقول انه هو 5% النسبه زياده و7% هذه لمده 5 مرات زياده تتم كل سنتين تنتهي تتم 5% و10% وعقب خلاص يتوقف تتوقف الزياده في ذاك الوقت، يعني عقب خمس مرات من بدايه العقد الاول. نعم. من ثم تتوقف. طبعا انا ما يعني انا الان يعني اقول يعني طبعا او ان
يعني مثل ما اقول ابدي وجهه نظري بالنسبه لاخواننا طبعا النواب في مراجعتهم في يوم ان شاء الله الاسبوع الجلسه القادمه لابد انهم بعد يشيرون الى بعض المواد اذا كان هناك عندهم راي او عندهم شيء طبعا بيسمعنا بلا شك ان احنا بناخذ به كلجنه المرافق احنا طبعا لا نستقبل اي الاراء بالعكس ناخذ جميع الاراء لهذا الموضوع ليش انا قلت جميع الاراء ولا زلت اتاكد نحن نعلم بهذا الموضوع جدا هذا المشروع جدا مشروع مهم فلا بد ان نكون مستوفين جميع المتطلبات هذا طبعا هذا المشروع مجلس الشورى بعد يمكن له راي لان مجلس الشورى لحد الان ما طلع على هذا القانون هو طلع هو طبعا ابدا بقانون تقدم قانون الحكومه تقدمت بقانون واحنا تقدمنا بقانون فثلاث الاطراف يعني لحد الان ما لم يعرض على مجلس الشورى هذا القانون ولكن ان شاء الله عقب عرضه على مجلس النواب من ثم طبعا في الاسبوع القادم ومن ثم بينتقل بعد ذلك بعد الموافقه عليه نهائيا من مجلس النواب ينتقل لمجلس الشورى يمكن هناك بعد هناك وجهه نظر تختلف او اخرى على هذا الموضوع يعني احنا بنطلع في الدور هذه من تهيين من جميع مواد القانون احنا والاخوان في الشورى ولا اعتقد هناك يعني من الصعوبه الان خلاص مره كل النقاط طبعا استوفيناها وكل النقاط طبعا اخذنا بها وراعينا جميع الامور المتعلقه بالمالك يعني كل ذي حق اعطينا حقه المالك نعم. والمستاجر في نفس الوقت نعم في نهايه هذا اللقاء نشكر سعاده النائب عيسى القاضي شكرا لتواجدك معنا وان شاء الله ان يتم تمرير هذا القانون للمنفعه العامه ان شاء الله ان شاء الله واحنا نشكركم على هذا اللقاء وصراحه احنا طبعا نوجه شكرنا وتقديمنا الى سعاده طبعا الوزيره على اهتمامها في الواقع بالنسبه لمجلس النواب وانتم ايضا احنا طبعا نشاهدكم كل اسبوع او كل يوم في الواقع في مجلس النواب تاخذون الاحداث اول باول ان شاء الله وايضا الاخوان الاعلاميين من مصورين من يعني اخباريين والاخوان في المجلس صراحه الاعلام نعم نشكرهم سعادة النائب هذا هو التفاعل بين مجلس النواب وبين الاعلام بالعكس بالعكس شكرا سعاده النائب شكراً. مشاهدينا نذهب الى فاصل قصير ونعود مره اخرى أهلا بكم مشاهدينا من جديد ماذا طرحت الصحافة المحلية في أسبوع نشاهد أبرز العناوين في الشأن البرلماني خصوصا فيما يتعلق بجلسة النواب الأخيرة الآن فمعنا على الهاتف من جريدة البلاد الصحفي راشد الغائب للحديث حول تغطيته الأخيرة لجلسة مجلسي الشورى والنواب بداية سيد راشد كيف تقيمون جلسة النواب الأخيرة خصوصا وأنها رفعت مرتين لعدم اكتمال النصاب بداية شكرا على الاستضافة موضوع ومشكلة قلة النصاب في جلسات مجلس النواب نعم تحول من أمر استثنائي إلى ظاهرة متكررة بدأت بتأخر النواب في الالتزام في الحضور من بداية الجلسة للمفترض تبدأ الساعة 9:30 والآن توصلنا إلى مرحلة ثانية اللي هي كثرة التغيبات
كثرة الاعتذارات هذا يشل العملية التشريعية. نعم يشل بالطبع. إقرار التشريعات اللي تخدم المواطنين وتساهم في تنشيط وتيرة الاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسية. هذا كثرة التغيبات وكثرة الاعتذارات أيضا تنم عن شيء، عدم اهتمام النائب برعاية مصالح المواطنين من خلال حضور الجلسة العامة. بالطبع. أيضا يمكن الصحافة والمواطنين يتابعون الجلسات العامة لأنها تبث في الإذاعة والتلفزيون وتنشر نتائجها في الصحافة، ولكن خاصة سيد راشد بأن الجلسة الأخيرة كان هناك غياب ملحوظ أيضا على شاشة التلفاز كما ذكرت. والغياب الآخر اللي حابة أركز عليه أيضا الغيابات في اللجان. اللجان النيابية تعتبر هي مطابخ العمل التشريعي في كل البرلمانات. نعم. يواجه رؤساء اللجان البرلمانية هذه المشكلة، ربما لم يجأروا لحد اليوم بشكوى، ولكن هذه أمور احنا نتلمسها كمتابعين وصحفيين للشأن البرلماني. نعم. كيف نقيم، يعني ما هو الإجراء الذي يمكن أن يتخذ، أو ما أنتم كونكم كصحفيين كيف يمكن معالجة هذا الشأن؟ تغيب السادة النواب عن جلسات الجلسات. أتفهم إذا كان التغيب لأسباب تكتيكية ترتبط بمواقف سياسية، على سبيل المثال مجلس النواب الأردني قبل دورتين أو ثلاث عنده كان موقف احتجاجي على مشروع قانون معين كان يناقش في ذيك الفترة، فتعمدوا النواب التغيب عن الجلسة لتطيير النصاب، وهذه تسمى في الأعراف الصحفية النيابية كوما نيابية. الكوما هي الغياب المتعمد، فتسبب نواب الأردن في الغياب لأسباب معينة، ولكن احنا لما نراجع أسباب تغيب النواب عن الجلسات هي أسباب لا ترتبط بمواقف معينة أو تكتيكات سياسية مرحلية. نعم. ربما يكون سفر وفدين برلمانيين في نفس الوقت إلى الخارج هو سبب رئيسي يعني شل الجلسة الأخيرة. نعم هذا هو السبب الرئيسي، لكن هذا يتطلب على الشعبة البرلمانية وهي الجهة المسؤولة بتحديد مواعيد السفر أن تراعي هذه الأمور، أن ما يكون الوفد البرلماني المسافر كبير، أن ما يكون في تضارب في مواعيد السفر الوفود النيابية. أضيف إلى ذلك أيضا أن إذا كان التغيب من النواب عن الجلسة أو الاعتذار وهم في البلد من دون تقديم اعتذار مقنع، يجب أن تمارس اللائحة الداخلية من خلال الخصومات على المكافآت التي تلقاها النواب. أيضا في دور أهم على الناخب أن يعاقب النائب اللي ما يولي الاهتمام لهالمسألة، ولما يحين موعد الاستحقاق المقبل في خريف 2014 أنه ما يجدد ثقته فيه ولا يدلب صوته داعم إليه صندوق الاقتراع. نعم سيد راشد، أيضا كما نشاهد أن هناك دفتر يوقع عليه السادة النواب حضور أو دخول، هل يتم مراجعة هذا الدفتر ومعرفة نسب الغياب لكل نائب؟ هل هذا هو حل ربما؟ نعم تفضل. أتذكر يا أختي سهير في بداية عمل مجلس النواب من أول السنوات، وبعدين لما يتعديل إلى مشروع قانون للائحة الداخلية لمجلس النواب، نعم، ألح وأثر بعض النواب على إلغاء سجل الحضور والانصراف اللي هو الدفتر اللي تفضلت فيه. نعم. كانوا يطالبون بإلغاء سجل الحضور والانصراف، ليش؟ على أساس لا يبين ظاهر عدم محاسبة متى يو ومتى مشوا، على أساس يكون التسرب من الجلسة أمر غير واضح. سجل الحضور والانصراف هو الآن موجود بحكم اللائحة الداخلية وليس هو بقرار نيابي. نعم. فبالتالي هذا مجرد شيء إجرائي، أنت إذا تدخل وقع إذا تطلع وقع، فبالتالي يعني أنا أشوفه مو هو الضابط الرئيسي. نعم. الضابط قيمة أخلاقية، قيمة أخلاقية والتزام وطني عند النائب بالحضور والالتزام بالحضور تحت القبة، خاصة وأن هذا التغيب أصبح كما ذكرت في البداية شيء ظاهرة فعلا. نتحول الآن إلى يعني شهدت جلسة النواب حينما تم تمرير قانون المرور، وأيضا جلسة مجلس الشورى أيضا تم تمرير قانون المرور. كيف تقيم هذا القانون وكيف تقرأ هذا القانون؟ مجلس النواب أقر مشروع قانون المرور الذي شهد يعني ربما جدل في الساحة ونقاش معين فيما يتعلق بالغرامات. مجلس الشورى في جلسته الأخيرة
أقر من المادة الأولى إلى المادة 20 أو أقر هو 20 مادة. للحين ما وصل مجلس الشورى إلى المواد المرتبطة بالجدل الاجتماعي اللي هي الغرامات. الغرامات هي المواد الأخيرة. المواد اللي أقرها مجلس الشورى في من العشرين في مادة واحدة هي اللي كانت مثار جدل ترتبط بما أقر مجلس النواب بحرمان الأجانب من سياقة السيارات في البحرين. هذا ما تحدث عنه النواب السادة النواب. نعم النواب أقروا أن اللي يسوق السيارات في البحرين هم البحرينيين أو الخليجيين، أما الأجانب فما لهم حق قيادة السيارات. عذراً سيد راشد، نقف عند هذه النقطة. عندما أقر السادة النواب هذا الموضوع أو هذه النقطة، ألم يعني يضعوا في 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 البال أن هناك أن البحرين يوجد بها أجانب، يوجد بها هؤلاء الأجانب يرتبطون بأعمال أو هم من يعني يعتبرون من المقيمين في البحرين؟ هذه النقطة كانت لا تحسب لمجلس النواب على ما أعتقد، يعني أن هناك كانت نقطة حساسة جدا. هذا يحيلنا للأمر الأهم، هو الغاية الدستورية من وجود مجلسين، مجلس منتخب يعكس تطلعات وحماسة الشارع، ومجلس الشورى يعكس الخبرة ويعكس الاتزان في القراءة التشريعية للقوانين. نعم. ربما يكون هذه المراجعة القانونية من مجلس الشورى لهذه المادة اللي هي كسر حرمان الأجانب في وتمكينهم من قيادة السيارات جانب مضيء من الجوانب اللي أقول. بالطبع. نعم نعم تفضل سيد راشد. إيه فأنا اللي كنت بواصل فيه ساعة أيضا أن كسر الشوريين لحرمان الأجانب أيضا ارتبط بمبررات دستورية وحقوقية. الدستور ساوى بين المواطنين وأعطى السكان اللي هو أقصد بالسكان المقيمين على أرض البحرين من الأجانب وغير البحرينيين الحقوق معينة فيما يتعلق بحرية حق التنقل، وهذا موجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ما ممكن أنت أن تحرم هذا الأجنبي من قيادة السيارة إلا وفق ضوابط معينة. بالطبع. لكن أختي سهير أيضا لازم نراجع شيء مهم ولا نأخذ الأمور بطريقة مبتسرة. بمعنى إمارة أبوظبي قبل أسبوعين أطلقت مبادرة وطنية مهمة اسمها صف وتنقل. صف بمعنى صف السيارة وتنقل، وأن استخدم وسائل النقل العمومية اللي مرتبطة بجدول زمني معين في الانتقالات. هي تريد أن تخفف الازدحام الخانق في شوارع إمارة أبوظبي. فهناك تدابير معينة لحل مشكلة الاكتظاظ المروري في الشوارع وعدم ربما تحية البنية التحتية للمركبات اللي موجودة في الإمارة. أيضا في البحرين احنا إذا نبي نحل مشكلة الازدحام المروري الخانق ما نروح إلى جزئيات معينة وكأنما نجري عملية جراحية نشيل شيء معين نحن على أساس نخفف الازدحام ما نخلي الأجانب يمشون سيارات. نعم. وهذا يكون الحل. أنت أطلق مبادرات موازية أن نستفيد من التجارب الناجحة للدول، هي شبكة المواصلات العمومية أن تكون بالفعل جادة. شنو اللي يخلي سهير أو راشد يستخدم الشبكة العامة للمواصلات إذا كانت ملتزمة بأوقات معينة ميسرة مهيئة؟ نعم. كل هذه الأمور بتخليني أستخدمها، ولكن إذا أنت تحولت الشبكة العمومية إلى مجرد تيكل في الشارع فهذه ما بتكون أمر جاد أو مشجع. نعم. للإنسان أن يستخدمها. نعم نشكر السيد راشد الغايب من جريدة البلاد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ونعود مرة أخرى لمتابعة ما تبقى في حلقتنا لهذا الأسبوع. أهلا بكم من جديد. كنا قد طرحنا في الحلقة الماضية سؤال حول هل استمرار التجاوزات الحاصلة بشأن اللحوم الفاسدة وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه، هل هذه التجاوزات هي مسؤولية مشتركة بين النواب والحكومة؟ نعم أو لا؟ دعونا نستعرض أبرز الإجابات التي وردت ونعود من جديد لنطرح السؤال الجديد.
الحلقة، هل سيكون مجلس النواب قادرا على قيادة أي استجواب خلال هذا الدور؟ نعم أو لا؟ عبر عن رأيك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لمجلس النواب على الفيسبوك وتويتر والإنستغرام @parliament. مشاهدينا، سنطرح موضوع قانون المرور الذي تم تمريره من قبل مجلس النواب أولا، ومن ثم سيرفع من الشورى إلى الحكومة الموقرة. قانون المرور ما له وما عليه، وما هي العقوبات، وكيف سيطبق بعد أن يمرر مجلس الشورى القانون بالعقوبات والغرامات؟ معي أنا سهير عصفور، أنقل لكم تحيات طاقم الإعداد والتنفيذ. دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.